وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف بحول الله حديثنا حول تدبر آية القرآن الكريم مما يسر الله جل وعلا من سورة البقرة فيما نحن فيه، ونحن في السياق الذي كان الحديث عنه بدءا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر السياق. وبينا أن هذا السياق ليس نشازا فيما قبله ولا فيما بعده، أو على ما قبله وعلى ما بعده، وإنما هو منه، لأن الحديث جميعا حول الإسلام لله رب العالمين، وحول الخضوع للملك الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا، من توحيد القبلة وتوحيد الوجهة والاستجابة في كل شيء لله، إلى أن يصل العبد إلى مرتبة الانقطاع والتبتل، وهو الصوم. فصحيح أن بعض أحكام الصوم قد وردتها هنا، ولكن كلها تخدم هذا المعنى الأصيل الذي هو الانقطاع لله جل وعلا. ثم بيّن بعد أن أمر بالصوم وبطبيعته وبحقيقته وبمقصده، أمر بعد ذلك بالتزام شهر رمضان فريضة، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استحق القرآن العظيم وقفة في حياة الأمة للاحتفال به، ولذلك جعل له رمضان. فليس عبثا أن يذكر القرآن هكذا هاهنا بما هو كلام الله جل وعلا الذي أنزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقوله جل وعلا الذي أنزل فيه القرآن هو وصف لرمضان ونعت له وبيان له، كأن سائلا سأل حينما سمع شهر رمضان، فيقول القائل: وما بال رمضان؟ فجاء الجواب: الذي أنزل فيه القرآن، هذه ميزته وهذه خاصيته. فنزول القرآن الكريم من حيث هو حدث كوني بغض النظر عن الزمان والمكان، غير يعني نشد في البداية حدث نزول القرآن الكريم شيء غريب وعجيب، لأن القرآن إنما هو كلام الله جل وعلا كما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهو كلام تكلم به رب العالمين من فوق سبع سماوات كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه جل علا سبحانه. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق العالمين جميعا، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يتكلم سبحانه، يتكلم جل وعلا، ويتكلم مع بعض مخلوقاته التي هي هذا الإنسان. أين الإنسان؟ الإنسان
اسكنوا كوكب الأرض وما كوكب الأرض في ملك الله كذرة في محيط لا نهاية له. يعني الأرض كلها ما هي إلا ذرة، نقطة صغيرة بحال ذاك ذاك التراب الصغير، ذاك النقط من الغبار التي تطير في الهواء، تلك ذرة. إنسان من اللي يشوف يعني الهواء، الهواء في ضوء الشمس أو في أي نور أو شعاع يبان له هذاك الغبار المتطاير، يعني كيف أن الهواء مخلط بواحد الغبرة رقيقة، ذرات نقاطي نقاطي نقاطي، نقاط صغيرة جدا، ذرة صغيرة جدا، منها ما يرى بالعين ومنها ما لا يرى بالعين مجرد. فالأرض كذلك ذرة صغيرة تسبح في محيط من العوالم ومن الطبقات والسدم، تحيطها سماوات لا يدري مداها ولا طبيعتها إلا الذي خلقها. في هذه الأرض البشر كله مجموع تما، كل البشرية في هذه الذرة. ويلتفت سبحانه وتعالى برحمته ومنه وفضله وكرمه ليكلم ذلك الإنسان الذي يسكن تلك الذرة. أي تشريف هذا وأي تكريم للبشرية إذن. وله سبحانه وتعالى من المخلوقات ما الله به وحده عليم من ملايير الملائكة التي تسكن السماوات والفضاءات مما ورد به الكتاب والسنة. ملايير الملائكة تسكن السماوات عابدة خاضعة خاشعة راكعة، تطوف حول البيت المعمور في السماء عند الله جل وعلا، ومنها ما يسبح ومنها ما يقوم بما يأمره به جل وعلا من أمور الكون والتدبير تنفيذا لإرادة الله جل وعلا. ومن الخلائق شتى مما خبرنا به ومما لم نعلم، وما لا نعلم قطعا، ما لا نعلم مما هو من ملك الله أكبر بكثير مما نعلم. فحقيقة يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يلتفت إلى هذا الإنسان ويكلمه بهذا القرآن. فالقرآن هو كلام الله ولكن للإنسان، هذا هو الشيء العجيب والجميل. يعني الله يتكلم سبحانه مع ملكوته يأمره ويدبره، ألا له الخلق والأمر سبحانه، يعني يخلق ويأمر ويدبر ويوحي إلى النحل وإلى النمل وإلى الجبال وإلى البحار وإلى السماوات. ولكن خصوص القرآن أنه كلام من الله جل وعلا، وهذا هو الشيء يعني الذي يعني يلفت الانتباه، يعني هو كلام من الله وللإنسان، يعني مقصود به بنادم المخاطب فيه أنا وأنت. هذا الشيء العجيب، فحينما تقرأ هذا القرآن وتدرك أن الله كلمك به، أنه رسالة من الله إليك، هذا حدث في حد ذاته عجيب، ويخرق هذا الكلام الكون كله ليصل إليك. لأن يعني رب العالمين يتكلم سبحانه من فوق عرشه فوق سماواته، وينزل كلامه من أعلى إلى الأرض. شحال من كون ومن عالم كيدوز عليه القرآن باش يوصل، لا ندري حقيقة. يعني السماوات السبع معروفة، ولكن ما السماوات السبع؟ وما المسافة التي تصل بين السماء والسماء؟ يعني مسافات رهيبة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها ولا بالخيال. ثم يخرق ذلك الكلام الطبقات جميعا ويمر عبر خلائق شتى ليصل إليك تاما كاملا محفوظا لا زيادة فيه ولا تبديل، لتستطيع أنت أيها المؤمن وأنت في الأرض تستطيع أن تتصل عبر هذا القرآن وعبر هذا القرآن وحده أن تتصل بالله جل وعلا، عابدا خاضعا داعيا سائلا ذاكرا شاكرا، وتترقى من عالمك السفلي إلى العالم الأعلى، كما قال في الحديث الصحيح من قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوصي بعض أصحابه
وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. شيء عظيم. فحق للبشرية إذن أن تحتفل، أن تحتفل باللحظة التي من الله بها، من الله فيها بهذه النعمة على الإنسان، وهي لحظة نزول القرآن. فكان ذلك هو شهر رمضان. بنو إسرائيل يحتفلون شيء بسيط، هو عظيم حقيقة، ولكن إذا قرنا بما عندنا بسيط جدا. يحتفلون باليوم الذي أنجاهم الله فرعون، هذاك النهار اللي غرق فيه فرعون في النيل وفلتوا بنو إسرائيل بقيادة موسى عليه الصلاة والسلام، وأغرق الله فرعون ومن معه. يحتفلون بذلك اليوم، شيء حقيقة نعمة، ولكن ماذا حدث؟ نجوا من الموت. شيء اللي كي لا، نزول القرآن شيء نور، نور أقول، نزول القرآن نور، خرق السماوات والأرض، خرق الكون كله ليصل من عند الله إليك. لا وجه للمقارنة بين النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل والنعمة التي أنعم الله بها على أمة المسلمين. ولذلك هذاك الشهر الذي هو شهر رمضان حق أن يوصف بأهم ما فيه، وهو الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سبق كلام في المجلس السابق من هذه المجالس القرآنية أن كون الصيام قد شرع وهو ركن من أركان الإسلام أصلا من حيث هو فريضة، شرع بالكتاب ليتلى قرآنا دائما أبدا في رمضان وفي غير رمضان. أنا نبهت مرة أخرى لأنه ولت واحد العادة عندنا إحنا أن الآيات ديال الصيام ورمضان كنخليوها حتى رمضان، هذا غلط. احصروا آيات الصيام بما فيها الآيات التي تتحدث عن شهر رمضان في شهر رمضان مخالف لقصد الشارعي. لما؟ لأن الله جعلها قرآنا تتلى. ولذلك الذي يختم القرآن كل شهر قطعا يقرأ هذه الآيات كل شهر في رمضان وفي غير رمضان. وبين أن القصد من ذلك أن نعيش مقصد الصيام في كل أحوالنا، ولو كنا مفطرين، ماشي غير صيام التطوع، ولو كنا مفطرين، وإنما الغاية في الصيام الانقطاع والتبتل لله الواحد القهار. أمة المتبتلين، أمة الصيام هي أمة المتبتلين المنقطعين إلى الله، وهي منزلة عالية. ماذا تعطي هذه المنزلة؟ تعطي القرب، قرب، وهذه من منازل الإيمان، منزلة القرب. ممكن أن نتحدث عن هذه المنزلة بما فيها من علو الهمة وعلو القرب وحصول الرضا من الله جل وعلا، وهي واردة في هذا السياق. لأن العبد إذ يتبتل إلى الله وينطلق سائرا إليه يتقرب، فكل الأعمال تقربك إلى الله جل وعلا انطلاقا من هذا القرآن الكريم الذي هو سفينتك إلى الله جل وعلا. تقرأه في صلاتك، تقرأه في صيامك، في مجلسك، في قعودك، في سفرك، في حضرك، كل شيء قرآن يصحبك. وما من عبادة عبادة إلا وفيها حظ من القرآن، كيفما كانت هذه العبادة، يسبقها أو يلحقها أو يؤطرها، يؤطرها ويشرع لها. ولذلك إذا أحسن العبد السير إلى الله بهذا المعنى منقطعا له متبتلا له كان إن شاء الله من المقربين ووصل إلى أعلى المنازل. والآخرة أو بالأحرى الجنة منازل، وفي الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كما تشوف مع الغروب أو بعيد الغروب أو في الليل كوكبا دريا يلمع في أعماق الفضاء بعيدا بعيدا بعيدا، كذلك ترى منازل أهل الجنة في الآخرة. يعني أهل الجنة الذين هم في الجنة
يرون منازل الذين هم فوقهم كما نرى نحن الكواكب الدرية في السماء. كيكون الإنسان في الجنة ولكن كيشوف شي حاجة عالية من جعداله عالية جدا، يقول ما ذلك؟ ذلك قصر عمر بن الخطاب مثلا، أو قصر أبي بكر الصديق مع الأنجم العالية، يعني في فضاءات بعيدة عالية جدا. أولئك يعني أهل القربى المقربون من الله جل وعلا، ولله جل وعلا قرابة وأهلون من أهل الأرض كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، بل الأحاديث الكثيرة الصحاح من مثل الحديث المشهور المتداول إن لله أهلين من أهل الأرض، يعني هؤلاء الأهلون كما في الحديث الآخر أهل القرآن أهل الله وخاصته. والمقصود بأهل القرآن العاملون بكتاب الله جل وعلا، السائرون إلى الله بمقامات القرآن وبمعارج القرآن. فلذلك إذن هذه المنازل إنما تنال بهذا السياق الذي تحدث عنه من مرحلة بيان دين إبراهيم، من اللحظة التي تكلمنا عليها فيها عن إبراهيم السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، من اللحظة التي ابتلاه الله فيها فنجح في الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وصار ذلك السياق كما بينا كيف أن إبراهيم وابنه إسماعيل استسلما لله جل وعلا، وجعل الله ملته هي أحسن الملل والنحل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه سر، إذ قال له ربه أسلم يعني الخضوع التام، قال أسلمت لله رب العالمين، ما بقي فيه عظم ولا عصب ولا جلد ولا شعر لم يستسلم لله، الاستسلام الكامل لا يستدرك على الله بشيء، راض بكل ما قدر الله له وعليه، ألقي في النار ووق وأمر بالهجرة وترك أهله في الخلاء وكل شيء مما تعلمون حصل، وكان مستسلما لله. فجاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجدد دين إبراهيم على أتم ما يكون التجديد، فكان أشبه الخلق به صفة وخلقا، وزاد عليه بما زاده الله من الفضل، فكان سيد الأولين والآخرين بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام. فإذن من تلك اللحظة ونحن في هذا السياق من الاستسلام والخضوع في الأحكام في التشريع في كل شيء، يعني كل ما ورد مما ذكرنا إنما المقصود به تربية العباد على الاستسلام لله في كل أمر في كل أمر. فجاء السياق الآن يتحدث عن الانقطاع التام، إن الإنسان كيتبع وكيتربى وكيطلع، هكذا كتاب الله، ليتبع القرآن بتدبر بصائري إن صح هذا التعبير، هو نسبة للجمع ومعلوم ما فيه، يعني يتبعوا غير كذا بحال الدروج، معراج القرآن معراج سلوم، معراج هو شي حاجة كتطلع، المعارج يعني شي حاجة كتطلع، دروج أو شيء يعني يصلح للعروج، ليلة الإسراء والمعراج. فالقرآن عبارة عن معراج بدءا من الفاتحة إلى سورة الناس، فين ما دخلت له تلقى راسك كتطلع إذا أحسنت تلاوته وتدبره. الآية التي دخلت بها تجدها عبارة عن درجة وتسلمك للتي بعدها، فكيف طبيعتها؟ درجة أعلى منها، يعني ما كانش أنت غادي في القرآن تلقى راسك تنزل، لا ما كاينش هذه، أي آية دخلت لها غتلقى عبارة واحد الدرجة، غتطلع في ديك الدرجة. فإذا تدبرت وتخلقت بخلقها وجدت نفسك أنها تسلمك إلى آية أخرى. ما معنى آية أخرى؟ درجة أخرى، درجة أخرى عالية أعلى منها، فتجد نفسك تترقى، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. ولذلك فهو يقربك، القرآن يقربك إلى الله، والتقرب إلى الله صعود، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه جل وعلا.
فإذا التقرب ليس سيرا في الأرض بل هو عروج، هو سير نعم لكنه عروج، سير في السماء وإلى السماء، من الأرض إلى السماء. هل الشكل ديال الطائر حينما يقصد الفضاءات العلى أو الطائرة؟ فكذلك روح المؤمن ووجدانه حينما يدخل معارج القرآن الكريم فإنه يترقى ويعلو يعلو يعلو. ولذلك تلحظون شيئا، كأن الله جل وعلا أخبرك أنك إذا وصلت إلى هذا المقام من لحظة اتباع دين إبراهيم إلى لحظة الانقطاع، إلى لحظة الانقطاع والتبتل، يعني لحظة الصوم، لحظة الصوم وصلت هنا، فأنت آنئذ قريب. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني، هنا جاية خاتمة يعني الأمر بالصيام. وإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شررت بالسياق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ماشي ربي قصده يعطشكم ويجوعكم، لا، قصده يقربكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لهذا القرآن ولعلكم تشكرون. فقال مباشرة وإذا سألك عبادي، كان ممكن يقول وإذا سألك الناس أو المسلمون، لا، ما كيتكلمش على الناس كاملين، كيتكلم على اللي دازوا من هذا الطريق اللي طلعوا الدرج وهم عباده. وقرر علماء القرآن أن لفظ العباد في القرآن الكريم إنما يرد في الغالب الأغلبي وصفا للمقربين للمحبوبين للمبشرين، ثم كتجي عبارة العباد كما في قوله تعالى فبشر عباد، كلمة عباد أو كلمة عبد، ربي كيقولها اللي كيبغيه، ليس لكل الناس. نعم العبد إنه أواب، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك ذا حوله لنريه من آياتنا. والإسراء كان عبارة عن درجة ارتقى خلالها سيدنا محمد المنطلق، يعني المطار الذي سينطلق منه إلى سدرة المنتهى، فوصف بالعبدية. فلا يرد العبد في القرآن مذكورا إلا في سياق المحبة، ما كيقولها ربي تعالى حتى كيكون يعني هذاك العبد اللي قال في حقه يحبه. فإذا وإذا سألك الذين أحبهم وقربتهم ووصلوا إلي بهذه الطريقة من التبتل والانقطاع والاستسلام لله يجيب، يقولون فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني قد يظن الظان بأنه يخاطب غير المؤمن، لا أبدا، لأن الآية نزلت في من؟ في أصحاب رسول الله وهم راجعون من غزوة كانوا غير في الخير. سبب نزول هذه الآية كما يعبر علماء القرآن كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في غزوات من غزوات ورجعين يذكرون الله تعالى في الرجوع، يكبرون عند كل شرف ويسبحون عند كل منخفض. هذا اللي كان في السنة، يعني إنسان غادي في الطريق نزل به نزل به السيارة أو العودة على رجليه أو الكار أو يعني منخفض سبح الله تعالى تسبيح، طالع يكبر. وكذلك في الطائرة، تكون طالعة الطائرة لما يوصل المشارف العليا وتستوي الطائرة في فضائها الذي يعني تمشي فيه يكبر العبد. السنة يعني إنسان يخبر المقاصد مش حتى يكون على جمل، لما يكون الطائرة كتنزل يسبح، شيء لطيف جدا حقيقة يعني. فأصحاب رسول الله كذلك، فكان بعضهم يرفع صوته بالتكبير وبالتهليل واحد بشكل قوي جدا. فبعضهم سأل قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن يعني النداء هو كتعيط بعيد وكترفع الصوت باش يسمعك الآخر اللي بعيد، والمناجاة هي كلام خافت هامس تتحدث به لمن هو قريب منك. فنزل قوله تعالى لأن هادو كانوا يعني ناس اللي وصلوا هم اللي كيسولوا، ناس وصلوا، ناس أهل القربة، أهل يعني الذين قطعوا مسافات جايين من الجهاد، شيء لطيف. فقال وإذا سألك هادو عبادي فإني قريب منهم وليس قريبا من الكفار والفجار.
قريب من هؤلاء من هذه النوعية. من اللطائف العجيبة أنه عليه الصلاة والسلام باش تشوفوا هذا السير، السير في الخير بصفة عامة، في غزواتين، في صدقاتين، في أي شيء، حيثما سرت في الأرض إلى الخير فاعلم أن قدمك في الأرض تمشي وروحك في السماء تصعد. راك المتر الخطوة اللي قطعتها في الأرض تقابلها خطوات، لأن واحدة بعشرة والحسنة بعشرين أمثالها، تقابلها خطوات عروج إلى الله إن سلمت النية وخلص القصد لله بالقطع وفي كل شيء. وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشبه هذا المقام وهذا المنزل، حينما قال لأصحابه وهم قافلون في رجوع في طريق بين مكة والمدينة، قال لهم سيروا، هذا جمدان جبل موجود بين مكة والمدينة. قال لهم زعما احنا وصلنا الجبل الفلاني، كيشجع على انه قراب باش يسرعوا في الخطوة. سيروا هذا جمدان، هذا الجبل الفلاني الذي تعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. فالناس يعني تسألوا لأنه يبين لهم الطريق، أن نحن في المرحلة الفلانية قطعنا الشوط الفلاني، هذا الجبل الفلاني على ما في الطريق. شوية قال لهم سبق المفرد، اللي غيسبق فاللي غيجي البال اللي يسبق المدينة، احنا رايحين المدينة يكونوا من المفردين. فبعضهم تسأل وما المفردون يا رسول الله، زعما باش يسبق باش يوصلوا ليلة أهله. قال لهم الذاكرون الله كثير والذاكرات. فحول الاتجاه من المعنى الأرضي إلى المعنى السمائي، يعني ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام السبق الأرضي لما تسبق عنا، لا، لأنكم وأنتم تسيرون الآن في الأرض أرواحكم تسير إلى السماء عروجا. فلذلك من جعل سيره في الأرض قائما على ذكر الله جل وعلا توحيده والإخلاص له فإنه سيسبق إلى المنازل العليا. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يظن أنه يعني من اللي يدير شي صدقة ويمشي ليها راه يعني غادي غير في الأرض، ما غادي في الأرض والو، غير الشبح، الشبح هو الذي يسير في الأرض، أما الروح فهي تسير إلى السماء. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير والذاكرات. ولذلك ذلك الرجل يعني الذي في كتاب الله ذكر في سياقات شتى وفي مواطن شتى، يأتي من قصى المدينة يسعى، وجاء رجل من قصى المدينة يسعى، يعني في قصة ياسين وحبيب النجار، وفي قصة موسى أيضا الذي نبه موسى إلى الخطر الذي يقع ويعد له، إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك. فالنصيحة دار غير النصيحة، واحد دار نصيحة مشى بلغ خبر سيدنا موسى، قال له رد بالك، يعني مش أنا تكون بسيطة في الشكل ديالها، لكن الله ذكرها. وتنكير الرجل هنالك للتعظيم ماشي للتقليد، لأن هذاك التنكير من رجل التعظيم ومن رجل التنكير، ليست القاعدة أنه للتقليل دائما، لا أبدا، يعني السياق هو الذي يتحكم في هذا، كما يعني في قول حارة فرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا لأجرا نكرة، ولكن يقصدوا أجرا عظيما، زعما ما يقدر حد يوصفه، ولذلك نكر ولم يوصف ولم ينعت. فلهذا إذن هذا الرجل يعني لا يعلم منزلته عند الله إلا الله، ولذلك نكره، باش هذا ما كيعرفه حد، كيعرفه غير الله. وجاء رجل من قصى المدينة، اش كيدير؟ حاجة واحدة، يسعى جاي من الحي الفلاني للحي الفلاني، يدير واحد المصلحة لله، شيء عظيم جدا. فسجله القرآن، ما طيحلوش هو على البال، والله ما طيحلو على البال، يعني هذاك السيد حبيب النجار ولا الاخر اللي بلغ موسى، زعما هو في عمق التاريخ يطيحلو على باله ودير هو ديك القضيه، مازال ربي تعالى يتكلم عليه في كتاب الله القرآن الذي سينزل على سيدنا محمد بعد قرون من الزمان، ويصير كتاب الارض وكتاب السماء الى يوم القيامه يتلى أنا الليل وأنا النهار. شن منزلة هذه؟ شيء عظيم. وشنو هو دار؟ فقط جاء من هنا لهنا ليقول كلمة حق في نبي مرسلين أو لينصح لله ولرسوله.
فلذلك المؤمن ما يحقرش الخير، هذا الذي أقصد. يعني فين ما كان الخير سير له، ما تستناش يجي، سير لتكون من أهل المعارج إلى الله جل وعلا، من أهل التقرب. كلا لا تطعه واسجد واقترب، كما تقترب بالصلاة وتتقرب تتقرب بالسير إلى الخير. ولذلك الله جل وعلا أخبر أنه قريب من الذين ساروا إليه، اللي كانوا راجعين قافلين من خير يسيرون في الأرض، لكنهم كانوا يسيرون بإخلاص في عمل مخلص صالح مصلح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ما معنى يعني أو ما فائدة القرب؟ هل فائدة دياله؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللي يطلب من هذه النوعية شيء حاجة وكيرضاش الله، وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. إلا أعطاك ربي ما كيجي يقلع لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان بأي صورة، رفع صوته أو خفضه أو ذكر ذلك في قلبه، متى دعوة وأنت من أهله من أهل المنزلة القريبة كان الدعاء مستجابا بإذن الله. وهذه مرتبة الولاية التي تحدث عنها الحديث الصحيح القدسي، مرتبة الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب. شوف العبارة دي، يتقرب، وما تقرب يتقرب فإني قريب، نفس السياق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك فهم محبوبون كما ذكرت. وإذا سألك عبادي أهل المحبة، إن قلنا كلمة عباد تدل على أن الله قد أحب هؤلاء حتى أحبه، فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. مش يمسو شي واحد، يا ويل من تعدى على ولي من أولياء الله. ولكن ما ولايته؟ يعني الولاية ما يتخيلش بنادم شي خصوص وما نعرفش نخصو باش يوصل، ويكون عنده شي خرافات، ويكون عنده شي أذكار خاصة به. من ادعى، هذه قاعدة كلية شرعية، أن عنده أذكارا مخصوصة يصل بها هو وحده ولا يصل بها غيره فهو كذاب أشر. الدين واضح، والمصدر الدين لا تنازع فيه، إنما هو القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن خالفهما فقد ضل وأضل. يكون كما بغى يكون، هنا عين وحدة اللي عندنا هي الوحي، عين وحدة التي شرب منها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الجهل والتجهيل أنه يدعي علينا بعض الناس، أو كيف ما كان هذا الأمر، يعني أن عنده أذكار خاصة وأسرار خاصة ما كاينش عند الناس. لا أسرار من حيث التشريع ومن حيث طرق السير إلى الله، لا أسرار في الشريعة إطلاقا. فين كاين الأسرار؟ في الآثار، وهذا الذي لا يفرق فيه الناس. نعم الآثار فيها أسرار. كيف الآثار؟ كيف يمكن أنا نقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة، ماشي جوج صور، هي غير الفاتحة واحدة موحدة. الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا ماشي هي الآثار اللي تعطي الفاتحة لهذا. هنا كاين الأسرار على قدر صفائك وإخلاصك لله. نعم تما كاين الأسرار، لا ننكر الأسرار والأنوار، والدين كله أسرار وأنوار، ولكن مصدر التلقي، من زعم أن له مصدر آخر ووحي آخر وإلهام آخر وتراتيل أخرى ما كاينش في الكتاب والسنة، فهذا كذاب. لأنه الدين أهم يعني شيء فيه المنطلق نوحده المصدرية والمرجعية، نأخذ ممن وكيف وعلى قدر الصدق وعلى قدر الإخلاص تتعدد الأنوار والأسرار هكذا. ولذلك وصل أصحاب رسول الله، وبما وصلوا بهذا الكتاب، ما كان عنده شيء حاجة أخرى، بهذا الكتاب. الصحابي الذي رقى لديغا، هذاك اللي عبدته الحية عافانا الله وإياكم، لديغ، رقاه بسورة الفاتحة، ما جاب له شيء آية من التوراة ولا شيء حاجة نزلت عليه هو بليل، أو شيء أخصه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمنام، ومن ادعى أنه أخصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المنام من غير الكتاب والسنة، فهذا تمويه شيطاني لا يكون إطلاقا، لا يكون. يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مناما صحيحة ممكن أن تكون، لكن أن يخصك بتشريع، أن يخصك بتشريع ويعطيك أمر، لا يجوز.
وهذا أمور تحدث عن العلماء. لا يجوز أن يكون شيء من ذلك مما يزيد على الكتاب والسنة، وهذا أمر قرره غير واحد. والإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فصله تفصيلا بينا في كتاب الاعتصام، أنها تصنع علينا أنت مصدر خاص ديال التشريع وتخرق بذلك الإجماع، هذا خطير جدا. ولهذا إذن المرجع في كل ما يقع فيه التقرب إلى الله أن يكون بناء على كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا الذي بنى عليه المغاربة منذ القديم حينما وصفوا تصوفهم بأنه تصوف الجنيد السالك الذي كان على كتاب الله وسنة رسول الله، والمسلمون مجمعون على جلالة الإمام الجنيد وعلى ورعه وصلاح منهجه رحمه الله، والمسلمين أجمعين هو ممن كان قبله ومن جاء بعده. فالمقصود إنما هذا استطراد اقتضته الحاجة، المقصود إذن أن التقرب ها هنا إنما هو يعني مبني على أن هذا المعنى يوصلك إلى المحبة ويوصلك بالطرق المشروعة، والحديث بيّنه. أول شيء يخدم الإنسان الفرائض، لأنه كيوقع الإنسان واحد غلط كيبغي ينقز المرحلة الثانية هو ما خدمش المرحلة الأولى، لن يصل قطعا. المرحلة الأولى شنو فيها؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اسمح لي تقول لي أنا بيت في الأذكار والفجر ما صليتوش، هذا الشيء قالك زيدوا على راسك، لا يقبل إطلاقا لا في الأرض ولا في السماء. كاين هذا الشيء؟ هذا ليس بدين. أحب ما تقرب إلي به عبدي ما افترضته عليه. أراك في الفريضة كيف أنت أولا؟ وهذا الأمر لا تصح فيه الدعوة. قال فيه أنا فقد هلك، من قال فيه أنا فقد هلك. هذه من القواعد الشرعية في هذا الأمر. والناس بعض الناس يعني يدعون يعني شيء خطير، لا تزكوا أنفسكم، قرآن واضح، هو أعلم بمن اتقى سبحانه جل وعلا. وتزكية النفس في هذا السياق يعني الدعوة، يعني شحال من واحد كتخلط له هذه مع الآية ديال قد فلح من زكاها. فقد فلح من زكاها أي هذبها وشذبها، قبط النفس ديالك وعطيها العصا، هذه التزكية، التهذيب والتشذيب والتربية. أما يعني دعوة أنا فلان كذا صنعته وصلته، فهذا الذي يكرهه الله جل وعلا ويحبطه، يحبطه. أنا بالنسبة لي يعني ما نشوف بنادم يدعي لنفسه ما لا يجوز ادعاؤه شرعا، صافي نتخلى على داك الشيء ونصل عليه الدين، انتهى. فتلك طريق بدايتها فاسدة، البلدية ديالها الأساس فاسد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا، فليستجب المؤمنون العباد المحبوبون لما سطرته لهم ولما أنزلته لهم من المدارج والمعارج والطريق الموصلة إلى الله، فليثبتوا على هذا الحق. هذه بحال اهدنا الصراط المستقيم، هداية تثبيت ماشي هداية إيمان، لأن شكون اللي كيقرأ غير المؤمن بعد أصلا وتطلبوا الهداية، فهذه هداية تثبيت وزيادة بيان وإحسان وبيان الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. فالاستجابة هنا إنما استجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا من الفضل والزيادة في الخير وعدم الركون إلى الدنيا مع الإيمان والإسلام. رغم أننا مؤمنون مسلمون قد يقع الإنسان أنه يتباطأ، بدل ما يمشي بقوة ويأخذ الكتاب بقوة يتباطأ. فالاستجابة لله هي استجابة خاصة، هذه بس استجابة عامة، استجابة يعني تنبيه وبيان لأهل الخير، كما لام الله جل وعلا الصحابة آية اللطيفة الطريفة حينما خاطر بباله غير خطر بالهم أن يلينوا إلى الدنيا وأن يميلوا إلى الغراس والمزارع ويتركوا يعني تفرغ والتبتل لله. فقال جل وعلا الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا الخطاب لخاصة الناس وهم المؤمنون أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آنئذ،
فقال ارمياني للذين آمنوا، ماشي لأي واحد، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الذي هو القرآن، ينبههم أن لا يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من قبل. نزل عليهم التوراة يعني قرأوه في الأول، خدموا بها وتقالوا عليه، بدك يبعدوا عليه شيئا فشيئا حتى طال عليهم الأمد، زمان طوال بينهم وبين التوراة فنسوه، ووقع التحريف ووقع التغيير ووقع التبديل ووقعت المهلكة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بذلك الطول من الأمد وتلك القسوة التي وقعت من الهجران كتاب الله جل وعلا وللذكر ولأعمال الخير. فاستجابة المؤمن الصالح المتقرب هي استجابة ثبات وزيادة في الخيرات وتصميم على عزيمة السير إلى الله. لا يلتفت العبد إلى فتن الدنيا ولا تلهيه شواغلها عن حق الله، متى نادى طافي نادى حق الله ما بقى الدنيا، فحينما يؤذن لك بعد قضاء حق الله يؤذن لك في الدنيا فاذهب إلى الدنيا بقلب إن شاء الله سليم لن تؤثر فيك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وهذا إيمان عال عال جدا، وهو رتبة اليقين. يعني يكون عندك اليقين أنك من يطلب الله وتدعو الله عز وجل أن الله جل وعلا قد سمعك، لأنه الإنسان مسلم مؤمن ولكن كيطلب الله وما كيبلوش كيتزلزل. هذا إذا ليس من هذا الصنف، مش من هذه النوعية. خص يكون عندك اليقين بأنك إذ ناجيت ربك وإذا سألك عبادي عني فهو إذن قريب منك يسمعك. واش يجيب لك هذا؟ خطير من ناحية النفسية، شرك خفي هو. يعني من اللي يجي شيء من اليأس في قلبه ولا واحد الاضطراب أنه يتضايق ببعض الأقدار التي نزلت به رغم أنه يدور رغم أنه. فهل وقع ببالك أنك إذ دعوت واستغثت مولاك وصنعت ما صنعت وكنت على الحق من العمل الصالح وورق، واش الله سيقلك لك الخبر ولا ما سيقلك الخبر؟ قطعا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كل شيء عليم سبحانه، عليم بما هو واقع لك وبك، بل هو الذي أذن فيه خيرا كان أو شرا ليبتليك بالخير والشر سواء. لا يقع شيء إلا بعلمه ولا يقع شيء إلا بإذنه. فإذ ناديت واستغثت فذلك شيء مقصود، ربي بغي يسمع منك هذاك النداء لتحقيق الذلة لله. اليوم وغدا مازال ربي بغي يسمع صوتك وأنت تدعو وتستغيث. لما تحرم نفسك من هذه النعمة وهي سماع الله لك؟ شوف نادم شحال كيغلط سبحان الله العظيم، وتستعجل الأمر قبل أوانه وإبانه. فالله يريد أن يقربك أكثر وأكثر بدعائك، لأنه يعلم سبحانه وتعالى بما خلق فيك أن بنادم غير كتعطل الحاجة كينسى الدعاء وكينسى التبتر وينسى الأعمال الخاصة اللي كيدير من أجل تلك المصلحة التي يريد، وذلك أمر مشروع وينقطع. ربي باغيك يعطلك شوية، علاش؟ لأن راك تطلع لعندو عالي عالي. لا تقطع معراجك يا عبد الله ولا تستعجل، خليك طالع شيء عظيم جدا، وكن على يقين آمن بالله هي هذه، وليؤمنوا بي آمن بالله أن وعد الله سيتحقق، الفرج راه جاي، آمن بالله وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سيصلون إن شاء الله إلى رشدهم وإلى صلاحهم وإلى ما دعوني من أجله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا قلت سياق المقربين ممن خلصت نياتهم لله وصاروا إليه، جعلني الله وإياكم منهم ومن أهلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.